نحو 10 مديريات في ساحل محافظة حضرموت تشارك هنا بمدينة المكلا في مشروع توثيق وإبراز المأكولات الشعبية خشية اندثارها من خلال حصر ما يقرب من 300 وجبة حضرمية وتعريف السيدات بمكوناتها ومناسبة تقديمها بهدف تعزيز قدرات الأسر المنتجة والحفاظ على التراث الغذائي بإشراف مكتب الثقافة وتمويل مؤسسات محلية. أود أن أشكر مؤسسة صلة على دعمها لهذا المشروع الذي يتم تنفيذه بكل نجاح، حيث وفرت هذه المؤسسة الفرصة على الحفاظ على تراث شعبنا. كما أتوجه بالشكر الجزيل لمؤسسة النهر النسوية على تنفيذها لهذا المشروع وتنسيقها. تنوعت محتويات المعرض ما بين أركان لمالكات المشاريع الصغيرة وأخرى، خاصة بعرض الموروث المحلي للمديريات كالحلي والملابس القديمة والأواني والأسلحة والمقتنيات التقليدية لتجسيد أنماط مختلفة من واقع الناس في فترات سابقة وسط زخم لافت من قبل طلبة المدارس والزوار المهتمين. نحن نتمنى يعني أن تتوسع هذه التجربة على مستوى المحافظة بشكل عام، لا تقتصر مثلا على ساحل من يكون الوادي، لأن محافظة حضرموت غنية بتراثها وغنية بموروثها. أما هؤلاء الشباب فقد أثروا الفعالية بتقديم مزيج من الألوان الغنائية المرتكزة في أدائها على عنصر الرقص، منها ما يعرف برقصة الدحيفة والهبيش والشرح الساحلي في حوار إيقاعي متناغم، ودائما ما تضفي نوعا من الحماس باعتبارها أحد أكثر الفنون رواجا في المحافظة. محمد عمر لبرنامج ديوان بلقيس المكلا.